السلام عليكم. زار صبيحة اليوم وزير سكن والمدينة سيد محمد طارق العريبي، زار ملعب دويرة، تفقد عدة يعني ورشات في هذا الملعب، منها عملية وضع الكراسي، وكذا البدء في وضع الطبقة نتاع التراب نتاع التربة الخصبة اللي زرع العشب. إذن العمليات تاع يعني وضع العازل على الأرضية لاكوش فيلترونت نتاع الجرافي انتهت، والآن الأشغال سوف تأخذ مجرى متسارع لاكتمال هذا المشروع. وكذلك زار يعني مختلف يعني الورشات خارج الملعب بما فيهم وضع الأرضيات والمساحات الخضراء، وكذا الباركينج والجاليري الأنفاق والمختلفة، وكذلك الأشغال نتاع الهياكل المعدنية نتاع لا زون في بي. إن شاء الله الأشغال هذه تنتهي في مواعيدها، ونروح نتطرق إلى مشاريع أخرى نتاع ملاعب أخرى في ولايات أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.